انت خلي نخش احنا على السيرفر الثاني اللي هو قاعد يخدم عن طريق السيتش سيرفر كوماند وكتبت الباسورد يعني انا مش مداير كيف تتكلم تمام فانا خاش احنا على السيستم نشوف مثلا قديش لي ولا عن طريق التايم 32 يوم ولا نفس اليوزر خاصة في واي خاصة عليها عن طريق اوكي فاحنا توا نبغوا نديروا لاب للكورس اللي خديناه نبدو من الليفل 1 تمام فاحنا طبعا بنديروا سكيب لموضوع الانستولينج لينكس والجنوم ديسكتوب معناش بدنا لنا مشكلة في الانستولينج لينكس الوزر يعني كذا حاجة تبي تفكر فيها حتى لما تدير الانستليشن موضوع البارتيشنز وموضوع انك هل تبي قوية او لا مثلا وموضوع مثلا هل تبي تدير ديسكريبشن وحاجة زي هذا تبي تركز فيهم من قبل وتبي تغيرهم ات ذا رايت تايم في الوزر يعني الوزر تديرها بشوي بشوي اقرا كل شيء قدامك تتاكد انك انت تدير كل شيء فبعدهم على طول درنا انتروداكشن تيرمينال في جنوس لينكس ليفل 1 كورس اول حاجه اخذناها احنا من جنو لينكس كوماند وجيت سيستم انفورميشن اند ستاتس يعني زي الكوماند هما زي الفري باش نعرف انا قديش عندي ميموري عندي حوالي 10 جيجا بايت شويه ايش مستعمل منهم 100 ميجا بايت رام وهكذا يعني الكوماند هما تبي تقعد تفكرهم وتستعملهم ديما دي اف داش اتش باش يطلع لي المونت فايل سيستم بتاعي السايز بتاعهم يوز والافيلبل وهكذا هما زي ما تقول ما نقدرش ندير بيهم شيء هما معلومات يعطيني معلومات على السيستم فقط الكوماند هما فانا على شنو بركز اليوم نبي نركز على موضوع الفايل سيستم فايل اتريبيوتس و البريفليجز واليوزرز اند جروبس تمام نشوف الدايركتوري اللي فيه عن طريق برنت دبليو دي نمشي في في الهوم دايركتوري بتاع اليوزر هو مسار 2 ندير ls -l حتى يبش يعرض لي عشان فيه في الواحد هو عندي بس حاجة زي هي نديروا دايركتوري جديد بنسموه لاب 1 اوكي عن طريق ماك دايركتوري فيري سمبل ندير تشينج دايركتوري في لاب 1 كنا داخل دايركتوري سلاش هوم سلاش مسارات 2 سلاش لاب 1 اوكي خلينا نديروا مجموعه فايلز اوكي تو نديروا يسمون فيه زر لينك فايل ولا اسمه مو فايل امتي فايل عن طريق تاتش كوماند نديرو فايل 1 وفايل 2 فايل 3 نديرهم سبيس سبريتد باش ندير كذا فايل مع بعضهم وتوا لما نجي ندير ls نلقى عندي ثلاثة فايلز فايل 1 وفايل 2 وفايل 3 اوكي طبعا لما ندير ls ما يعطيكش شن فيه privileges وهكذا عليهم ضروري تدير داش ال وانا نفضل انا ديما نحب ندير A1L معناها يوريني الهيدن فايلز ويوريهم لي 1 باي 1 وليستد ليست فيها كل شيء انا هيك ديما متعود ندير فيها كي A1L ليش A1L هما يعني مش يعطيني اي هيدن فايلز هما الهيدن فايلز هما الدايركتوري اللي فوق منه وهذا الدايركتوري نفسه هما ما يبنوش في العاده يعني مش فايلز داخل الدايركتوري في الواقع وعندي الفايلز هما اللي داخل الدايركتوري نيجي نشوف انا تو درت فايلز جديد عن طريق تاتش كوماند وهادو البرميشنز نتاعهم يعني هو باي ديفولت لما استعملت تاتش كوماند اعطاني فيهم ريد ورايت اكسس لليوزر بتاعي وريد اكسس للجروب وريد اكسس للادرس اوكي الثلاثه نفس الشيء وطبعا هنا الاونر شيب عندك الاونر شيب للمسار 2 يوزر يوزر والجروب نفس الشخص مسار 2 قلت مسار 2 هي عباره عن جروب ما فيهاش الا مسار 2 يوزر
فأنا هنا مثلا نبي نغير في البرمسس. تمام، كان هنا نبي نغير في البرمسس نتاع الفايلز هما كلهم. شنو بندير؟ بنجي ندير له تشينج مود. مثلا نبي اليوزر هو فقط يبدا عنده ريد رايت واكسكيوت. اوكي، اليوزر اللي هو انا حاليا هو مش بالضروره يكون انا، لكن هنا انا عندي نفس يعني هنا اليوزر بتاع الفايل هو اللي يملك الفايل هو، فلذلك هنا نبي ندير له ريد رايت اكسكيوت. ما بيش ندير كل الفايل براحه، نبي ندير جميع الفايلز اللي في الدايركتوري لاب 1، فبنعطيه فلاج ثاني كابيتال ار. هذه معناها انه ريكورسيفلي بيدور داخل الدايركتوري وبيغير جميع الفايلز اللي في الصف. طبعا احنا شفنا ان عندنا 3 فايلز هما، وهادو مش تبعه، هادو الدايركتوري بالكامل والدايركتوري نفسه. فانا نبي ندير داش ار ونبي نعطيه اسم الدايركتوري. فتو بالطريقه هي المفروض يغير لي كلهم، بيزيدهم الاكس هنا مكان الشرطه اللي هنا بيزيد فيها اكس اسمه لي اكسكيوتد. انا تو ندير داش اس داش ال 1 اي، طبعا هم مش لازم ترتيب بالنسبه للكوماند هو، ونعطيه الدايركتوري اللي نبيه، لان انا مش فصل الدايركتوري هو تو حاليا. ندير هيك تقدر تعطي اس اي دايركتوري، فبندير انتر. تو حاليا نقدر نشوف الفرق. شفت؟ ان هنا ما كانش فيه اكس توا حاليا ولا فيه اكس. تمام، هذه نوله وخضرة خاطر اكسكيوتبل اللي يدير فيها اخضر التيرمينال. فهكي ولا فيه اكس. مثلا انا نبي نزيد نغير حاجات ثانية، مثلا انا نبي نخلي الجروب ما عندهاش اي permissions، فبندير ماينس جي ماينس ريد رايت اكسكيوت. هي الجروب عندها ريد بس، يعني نقدر ندير حتى بس نفس الشيء. نعم، الجروب اللي فيه اليوزر هذا، الجروب اللي فيها الفايل هو، اللي هي طبعا هنا مكتوب مسارات 2 جروب. فانا زي ما ندير ماينس ار ولا ماينس ريد رايت اكسكيوت نفسها اللي خاطر ما عندهاش ريد رايت اكسكيوت من قبل، ندير انتر هنا تمشي. نجي هنا ندير ليست مره ثانيه، نلقى ان هنا ولت 3 شرطات بالنسبه للجروب. الجروب ما عادش عندها اي برمشن. لو نعطي يوزر ثاني نفس الجروب، مش مسارات 2، يوزر ثاني داخل في جروب مسارات 2، هو مش يوزر مسارات 2 مثلا مسارات 3 اسمه. شنو حيكون بدل اليو؟ شنو حنديره؟ هنا بدل اليو يوزر ثاني نفس الجروب، مش في مسارات 2 بس. لو عندي يوزر ثاني في نفس الجروب، تو الجروب هذيك المفروض ما عادش تقدر تقرا الملف هو، ما عادش يقدر يديروا الاس هنا اصلا. تو بعد نغيره. تمام. نديروا الاس داش اي ال 1 للبيرنت دايركتوري. نقدر نشوفوا هنا ان حتى الدايركتوري مشى عليه الموضوع هو، انت تقدر تدير تارجت للفايل نفسه من غير الدايركتوري، تقدر تارجت للدايركتوري نفسه. تمام، تفرق معك هل يقدر يدير الاس للدايركتوري او لا، هيعطيه برميشن ديناي لما يدير الاس في الدايركتوري هو، ما يقدرش يدير له تشينج دايركتوري كان ما فيش ريد اكسس. تقدر تشوفها هنا في الدوت بس، هي تعطيك نفس البرمسس بتاع الدايركتوري، هي زي ما تقول يعبر بها على الدايركتوري اللي هو فصله الحاجات هذه كلها. الدوت واحده والدوت اثنين البارنت بتاع الدايركتوري اللي فوق منه، يعني هنا دايركتوري مسارات 2، هذا دايركتوري مسارات 2، وهذا الدايركتوري اللي داخله اللي هو فصله الفايلات هذه اللي فصله تو حاليا. واضحة. أنا لما نجي ندير الاس اللي داخل دايركتوري، أوكي أنا درت الـ A هنا،
الاي فلاج. الاي فلاج بيوريني هيدن فايلز. الهيدن فايلز هم شنو هم في لينكس؟ هم اي فايل يبدا بدوت بيريد. اوكي، هو طبعا في الاصل كان بق في لينكس ان اي حاجه قبلها بيريد ما تطلعش في الواحد، بعدين اعتمدوها كفيتشر وقلت هذه كيف تدير الهيدن فايلز. خلينا ندير واحد تاني، نجو داخل اللاب 1 نجو نديرو تاتش لفايل دوت هايد مي. لما نجي ندير لسه هنا ما عادش يطلع الهايد مي على خاطر الدوت قبله. ديرو ماينس اي. ماينس اي. ماينس اي يبدا يطلع ويطلع معه نقطات هامات ثانيات. نقطة واحدة معناها الدايركتري نفسها اللاب 1 اللي فصلها هما كلهم. نقطتين معناها الدايركتري اللي فوق منها. مسارات اثنين. الدايركتري بتاع نقطتين هذاك ونقطة هذا. أنا على شرحتهم لأن هم طالعين هنا. تقدر لما أنت تدير في لست الدايركتري هو تكتشف البرميشنز بتاعه والجروب واليوزر بتاع الدايركتري اللي هم يمكن ويمكن ما يكونوش نفس ال يمكن يكونوا ويمكن لا يكون نفس البرميشن ونفس الجروب بتاع الفايلز اللي فصل الدايركتري. يعني مش شرط يكونوا نفس. تبوا تطبقوا معي نزيدوا نتعمق في الموضوع. يا ريت. تو الفايل هايد مي بيكون عنده permissions ال RW RR RW RR هايد مي لأن أنا باي ديفولت درت عن طريق كوماند تاتش وما غيرتش البرميشن بتاعها. أكيد الجهاز السيستم بتاعنا لما ندير تاتش لفايل امتي فايل يديره بيعطي ريد ورايت برميشن من غير الاكسكيوت لليوزر اللي هو اونر بتاع الفايل، بيعطي ريد برميشن للجروب والادرس. ندير دايركتوريز داخل الدايركتوري هو باش نجربوا فين برمشت حتى هم نشوف. ندير دايركتوري نسميه ندير 1 داخل اللاب 1 نفسهم بتاع برانس مثلا انا عندي هم نفسهم؟ البرانس انا الفلاكس الفلاكس انا الفلاكس نفسه مثلا نفترض من نغير هاي الدايركتري حاجة اللي هو مفروض انا اتشين شنو؟ نقول الدايركتري مثلا انت دقيقة اش تبي تدير بالظبط؟
مثلا بنغير المضمون للدايركتوري ولا الدايركتوري واللي فصله الدايركتوري نفسه ولا من غير الفايلات اللي فصله من غير الفايلات اللي فصله اللي هنا درنا بالفايلات اللي فصله بها بالفايلات اللي فصله اوكي قبل لا تكتب اسم الدايركتوري دي داش كابيتال ار ايوه فلاج ايوه اللي بيناتهم انا ندير فيه بعد ايوه هو يمكن يمشي حتى بعد وفي قبل هذول الجيل الداخل كلهم ولا نعم هيك حجيل الداخل كلهم والدايركتوري نفسه حتى هو معه بعدين لو بناخذ كمان ثاني كيف يدير الدايركتوريز من غير الفايل الدايركتوري بعدين انا هنا بنعطيه نعم حتى الفايل هذا نقدر نغيره ايه 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 زي الفايل عادي بالضبط هو غير تبي ضروري يدير داش ايه مش يبان لا قلت ضروري يدير داش ايه لما بتعرض مش يبان فقط لكن اي حاجه ثانيه كلها نفسها بعدين نعطيه داش ايه ولا لا داش ايه في العرض فقط انت هنا تو انت تبقى امسح حتى دير ون اخر حاجه الدايركتيف تبي تكتب هنا البرميشنز اللي تبي تديرهم مثلا انت تبي تستهدف اليوزر ولا الجروب ولا الادرس هذه نفترض الكل مع بعض في واحده هي كل مع بعض من غير ما تكتب شيء ايكول لكن به اوكي تو دير تراكم كمان شوي بس تعطي طول نعطي نقول مثلا اكس ولا مثلا ريد ورايت كمان دواء ولا احنا هنا غيرنا اليوزر فقط اعطيناه ريد رايت اكسكيوت وبعدين هنا جانا للجروب نحينا منه ريد رايت اكسكيوت نعم هذا هو اللي درناه وزدنا دايركتوري استنيات لكن مازال ما حتى رصدتش انت انت غير انت تبي انا هنا ندير انا مثلا رايت وريد ريد رايت تو بيقولي بيعود عليهم كلهم كلهم يديروا ريد رايت لما بدير ايكول معناها اول ايكول ريد رايت permission denied لأن أنت ما نعرفش إيش من ذلك من قبل. دير وين سلاش دير فايل. عندك فايل داخله ندير لك permission ثانية. دير الاس. دير الاس. داش اي ال 1. سبيس دير وين. عندك دير فايل ما نعرفش. تردير في ذا اللي دير انت عندك ليش كريه في موضوع بروسس فنقول هو نفسه هو كان تكري الدكتور مثلا مش عندك نعم هيك تو مغير على مستوى الدايركتور كله لا هيك لما ايه الار معناها دايركتوري والفايلز اللي داخل الدايركتوري ريكورسيف الفايل بس فايل واحد تبي تغير لفايل واحد ف يعني بتكتب هنا بعد السلاش هي اسم الفايل بعد السلاش هي وبتنحي داش ار لازم تكتب له الدايركتوري كامل يعني ايه بتكتب له مش لازم ابسولوت باث هنا انا ما استعملتش ابسولوت باث هنا ريليتيف للباث لل للمسار اللي انا فيه تو حاليا ايه ايه تو مسارات لو هذيك المسار هذيك الاونر ولا هو الاونر وهي الجروب تو شويه ثانيه بتزيد مدير الجروب او يوزر واحد هذا هو نفس اللي يملك الملف انا هذا اليوزر وهو نفس اليوزر اللي يملك الملف الاول يوزر والثاني جروب لولا يوزر والثاني جروب ما تركزش انا اما يوزر لوجد ان تو هذه مش مهمه المهم ان اليوزر هو يملك مسارات اثنين وتبع جروب مسارات اثنين في نفس الوقت هذا احتمال سايز بتاع حجم معين لا مش عارف بالضبط ايش وين نقول
المفروض يكون فايل سايز اهو، لكن طبعا هو فايل سايز ك يعني هذا فايل ذات ريبريزنتس دايركتوري، يعني فايل سايز هو مش معناها السايز بتاع جميع الفايلز اللي في الدايركتوري، معناه هو الفايل اللي ريبريزنتس الدايركتوري هيك حجمه. نعم ممكن لما نكريت يوزر يكريت معه بالديفولت جروب، ايه جروب باسم اليوزر نفسه. لأن هنا في شوي بس الباسورد يطلع لك اليوزرز مش جروبس. في يعني هذا هو ما بيبقى بيتش من ضمن الجروب الباسورد فاير ما فيش ايش علاقه بالجروب، يوريك اليوزرز فقط ومن ضمنهم السيستم يوزرز. كمان جروبس طلع لي جروب واحد بس تعاون يوزر كريت عن جروبس جروبس شوي تاخد شوي ما يعطيكش اوتبوت زي هيك، يعطيني يوزر واحد. انا عندي زوز يوزرات ماليش علاقه اليوزر. انت تدور في الجروب بتاع اليوزر الثاني، انت كيف زدت اليوزر الثاني عن طريق اي كوماند؟ اي كوماند دلت ما تفكر زمان ما في زوز كوماند في اد يوزر ويوزر اد. انت تبي الدايركت دريفن اد يوزر، شنو الفرق بيناتهم؟ في واحد بيزيد لنا بيزيد حتى بيسألك حتى على الباسورد اوكي، وفي واحد في واحد ثاني بيزيد يوزر فقط، يعني نظن فيه اكثر شغل بتديرها بس تكمل اليوزر هو. لكن هو الكوماند الاول القديم ما عادش يستعملوا فيه، تو يستعمل في الدايركت دريفن كوماند اللي هو تفعل اد يوزر او اليوزر اد شويه بس. اليوزر اد هو الكوماند القديم اللي انت لما بتكتبه بتكتب بعد اليوزر حيدير اليوزر فقط، وبعدين لما بتدير له باسورد بدك تكتب باسورد اليوزر هو، تبي تدير جروب بتدير بتزيد له جروب روح. انت المفروض تستعمل اد يوزر، لكن هنا دوني ما اختمليش لان انا ما عنديش روت بريفليج وما يطلعليش كوماند مره واحده. فخلينا نحاول نفتح بترمينال جديد ولا عادي خلوها بعد شويه لان انا اصلا بنديرها. تمام احنا شوية بنخش على اليوزرز والجروبس. تمام شو نديرو تشينج مود مثلا يوزر ولا جروب كان مبوش مثلا في الدايركت كله نديرو اسم الفايل تول. ايوه كاتب الفايل فقط اذا من غير دشعار دشعار دير الدايركتوريز فقط كان يعطيك ايرور.
في طريقة تانية تدير بها لست للجروب عن طريق الفايل etc group etc slash group slash etc slash group دير كاتش. دير جروبس تيجي تشوف عن طريق الاي تي سي باش يعرض لك جميع الجروبس اللي فصل الفايل اهو. يوريك حتى اليوزرز اللي داخلين الجروب، يعني انا مسارات اثنين مفروض عندي مسارات اثنين وعندي نت ديف وعندي البلوك ديف وفيديو ودب واوديو فلوبي سي دي روم. يعني نجي ندير جروبس يطلعوا لي هما سي دي روم فلوبي اوديو دب وكي، لكن ما يطلعوش كلهم. مثلا انا مش عضو في الستش جروب، لما ندير جروبس كمان ما يطلعليش. يختلفوا على الفايلز. يعني هنا زوز فايلز هما اللي هما يعبروا على الديركتوري والبيرنت ديركتوري. عندي هيدن فايل هنا، وعندي ثلاثة ديركتوريز، وعندي ثلاثة فايلز. تمام، فهنا نقدر نغير كيف ما نبي. أنا مثلا أول شيء نبي نغير، نبيش الأدرز عندهم أي أكسس لل للديركتوري هو او اللي حجز لي فسطه مثلا. فبندير تشينج مود، نعطيه ريكورس فلاج وبنقول له الاذرز ماينس ريد رايت اكسكيوت. اوكي، وبنعطيه اسم ال بنعطيه للديركتوري اللي انا فيه. هذول نقدر نستعمل دوت يعني لان انا داخل ديركتوري. فتو حاليا شوف هنا كيف صاير. عندي الديركتوري زعما درتهم بالماك ديركتوري، جميع انواع البرميشنز فيهم الا ان رايت للجروب والادرس. تو هو كله بيقول لي شرطات بالنسبه للفايلات كلهم. الفايلات المخفيه، المخفي مش مخفي، كونه ملف مخفي او لا ما يفرقش نهائيا بالسيستم الا في موضوع داش ايه. هي بس الوحيده تفرق داش ايه لما مندير داش ايه مع شكله. درجة دوت ولا نفس دايركتوري؟ لأن دوت هي مقصود بها أن أنا دايركتوري هو. الدايركتوري اللي أنا توه داخله. دوت هي. هذه شرحتها بكري أن هنا تطلع هي. فقلت مرة تشبح لها تقول لها شنو هي. هذه ريبريزنتس الدايركتوري اللي أنا فصلتها هنا. هذوك البرميشنز بتاعه والأونر والجروب. وهذا البيرنت دايركتوري بتاعه. البيرنت دايركتوري بتاعه. هما يطلعوا ديما كان كتب دير داش إيه. توري الهيدن فايلز، يعتبروا هيدن فايلز. لأن إحنا زي ما قلنا أي يونكس لايك سيستم everything is a file including directories. directories هم عبارة عن فايلز، وواحد الحجم بتاع الفايل هو اللي هو مش معناه الحجم الفايلات اللي داخل الديركتوري. إحنا تو نبغى نشوفه شن فرقت من الأوتبوت. هو الأوتبوت اللي حالي عندي، فتو ما عادش في حاجة فيها
أدرز عندهم أكسس لأي حاجة في أي حاجة داخل الديركتوري هون، إلا الديركتوري اللي البارنت بتاعه أنا ماليش علاقة، هذا البارنت ديركتوري لذلك ما تغيرش فيه. هم يعني زي تو البارنت يعتبر هناك دايركتوري، لما يرجع يعتبر فيه كان افتح الدايركتوري هذيك، مش انه هو رجع بمعنى رجع، لما بيرجع للبارنت يعتبر فيه كان يفتح الدايركتوري اللي موجودة هناك. ما فهمتكش بصراحة، انه هو يكتب فيه هنا بس باش يعني اذا دير سي في تطلع فوق، هو فايل و انت اخترت ما فهمتش انا سؤال شنو هو تمام، لكن المقصد انه كان يدير في مثلا فكره ريكيرسيف او انه هو بدل مثلا لا يرجع للدايركتوري قبل انه يفتح في الدايركتوري بتاع البرنت بتاع طريقه خدمته يعني من داخل ما تمش هذا ما نعرف بالضبط حق دي تي بي شوي البحث شوي بس كيف يخدم على الجهود هي ما تهمش اسم اليوزر العادي، بس الاستخدام العادي ما تعنيش. تمام، مو احنا توكي مكننا نغير جميع البرمشنز بتاع الادرس لكل شيء الا البارنت دايركتوري، علاش البارنت دايركتوري ماليش علاقه، غيرنا الديركتوريز لأي حاجة داخل الديركتوري. أوكي، تاني مثلا نبي نرد permissions لكن ما نبيش لجميع الفايلز. أوكي شوية نبي ندير others يقدروا يديروا read write execute لكن مش للفايلز، تقوم بدير له star باش يدير للديركتوريز اللي داخل الديركتوري، دايركتوريز بس اللي داخل دايركتوري هو. يمكن حتى الدايركتوري نفسه اللي انا فيه، لكن خلينا نجرب شوفوا الاوتبوت. تبع دايركتوري هو، دايركتوري هو واي دايركتوري داخله لكن ما يمسش في الفايلز. هي مش زي الريكورسف، مش زي الريكورسف صار يعني لو كان في دايركتوري داخل دايركتوري واحد او اثنين مش هيصير له حتى اللي داخل دايركتوريز لا. انا هنا زين بنستهدف دايركتوريز نفسها، لكن هو انا لاحظت انه حتى هو اخذها حتى في الفايلز اخذها، فبنشوف حاجه بس شوي كيف ستار بالضبط. هذه ستار هي تو تارجت سب دايركتوريز، دايركتوريز اللي داخل الدايركتوري اللي انا فيه، لكن انا لو ما درت ستار تاخذها حتى في الفايلز يعني شوي بس الفرق بين لما تارجت سب دايركتوريز فقط سب دايركتوريز والفايلز. ستار جي قبل الدايركتوري، جي قبل الاسم الدايركتوري، الاسم الدايركتوري دي ما اخر حاجه مش وانت تقدر تيركي نفس هذا ياخذ ممكن انه Thank you.
موضوع سدركسيس بس نقوله لمرة ثانية. هذه نخطو موضوع سدركسيس فقط مرة ثانية. وانت تقدر تغير انت. نعم. تقدر تستخدم هذا بشغيل الدايركت بعدين تعدل على الفايلات. تقدر تقدر تدير تارجت للحاجة اللي تبيها بروحك. كده مرات عندك أكثر، هما فيه حلول لكن بيستعملوا برامج تانية معنا نبي حاجة مش مود فقط بيش ندوخ كهرباء نعم لصلاحياته احنا مش مرة غيرنا فايل دلنا اليوتيوبر أدوك فايل آسف في كيف تامس حياة لو انك قدرت فايل اليوتيوب يوتيوب يترجع لنا وتخليه بتشينج اتربيوت تشاتر هذا اعمل هذه ما عادش يتغير في شيء ما عادش يتغير ما فيش رايت لا شيء شنو الكوماند الاضافي تشاتر بلس اي تقريبا تشاتر تشينج اتربيوت الروت بس يقدر يتحكم فيه بعدين تقريبا حتى اليوزر اللي هو دارها او اللي او الاونر بتاعها مثلا انا نبي ندير داش اي مثلا فايل 1 بعدين بندير الس اتريبيوت لفايل 1 فايل 1 فاصلة اي مثلا فايل 2 هذه عرض شاشة بتطلع لي التربيوت صار مان فايل شيء
يمكن لانه اكسكيوتابل مش متاكد صراحه لكن هو نحى اكس من فايل 1 فايل 1 في شيء اكس يمكن ضروري يسوي ذلك ضروري يسود بالنسبة لنا السيستم بلس اي شنو ذا؟ بلس اي ميوتبل ماينس اي تنحي الميوتبل بس السيستم هذا لازم تكون روح مش دير شيء طبعا ما بيش ندير على ميوتبل جدير ls attr list attributes في فايل 1 عندنا تحدد الفايل طبعا عندك شيء زي list لا عندنا تقدر 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 ايه معناها انه تقدر ايه ما اعرفش ايه بالضبط لكن هي من الاول شويه بس attributes هذا العلاقة بالماب بلوكس على الديسك. In the case the file is using extents for map the blocks on the disk, may not be removed using shutter. يعني طبعا of course استعملنا immutability flag فقط في الاتجاه. Immutable i. اضافي ده نمشوا روت ونديروا يوزر جديد باش نجربوا به شويه حاجات ولا تبغوا نزال في النقطة هي في هذه الدفاع مثلا ولا حاجة ندير اد يوزر ضروري تعطيه الاسم اد يوزر مسارات لا اوكي نعطيه باسورد جديد لا ايوه فا ايه زاد يوزر اسمه مسارات 3 دار جروب اسمه مسارات 3 ودار اليوزر هو في داخل الجروب ودار هوم دايركتوري هوم سلاش مسارات 3 ودار كوبي للفايلز من السكيل دايركتوري هو زي ما نقول تمبلت للهوم دايركتوري
وطلب مني نيو باسورد ودرته مرة ثانية. فزي ما قلت لك ندير نستعمل الاد يوزر از روت وتعطيه اليوزر نيم اللي تبيه دايركت دريفن يعطيك شي تكتب بالضبط، لكن مش مليح فوق سكريبت مثلا كنت داير بسكريبت بدير يوزر اد وبعدين بدير باس دبليو دي للباسورد وبدير الجروب بروحك وبدير الهوم دايركتري بروحك وكله بديره بروحك سكريبت كنت كده بدير عن طريق السكريبت وهكذا انت عم بيش نعطيه فورمين والنمبر والفون والفون والاس هيك دايركت دريفن ولا عندي يوزر ثاني. خلينا نمشي نخش خلينا نطلع من الروت تو انا ندير كلير ننظف الشاشه قدامي ندير الاس كلاس اي 1 هيك نشوف في الدايركتري زمان دايركتري فوق الدايركتري نفسه في ريد رايت اكسكيوت لاي حد فانا ما بيش شيء هيك نبدا ندير تشينج مود جروب وادرز زوز نبيهم ما عندهمش ريد رايت اكسكيوت واضحة كيف له ونبي نستهدف دايركتري هو وخلي نستهدفه جميع الفايلز ودايركتريز تو هنا الادرس والجروبس ما عندهم شيء. الوحيد اللي عنده هو البارنت دايركتري طبعا ما دخليش بيه لانه هو مش تبع دايركتري بتاعنا. تو هنا نبي نخش على اليوزر الجديد بتاعي اللي هو مسارات ثلاثة تو نقدر تلوجدين از مسارات ثلاثة يعني تو هنا في داخل نفس الفايل و في نفس الفولدر او دايركتوري يعطيني بيرميشن ديناي معناها داخل ما نقدرش نشوف شيء فيه هذا الدايركتوري ما عنديش اي بيرميشن فيه كان عايزين ندير ليست لاب 1 يعطيني بمش سي دي الابون يعطيني بمش دينا اللي قلت دير الشيف دايركتري ايش دير الاس ايش دير اي حاجه ايش دير مثلا تاتش دي فايل داخل اللاب 1 لو كان تعطيه برمشن لازم تمشي اليوزر الثاني تو انا مثلا نقدر عندي داخل الجروب حتى داخل الجروب ما عندهمش برمشن احنا كيف كنا هنا لما كنا في المسألة 2 حتى الجروب ما عندهم مش في الكوماند اللي درناه الجروب والادرس ناخذوا اليوزر مسألة 3 تحطه داخل الجروب تاع مسألة 2 مش حتمشي مش حتمشي على اساس خاطر انا نحيت الجروب هنا فكيف طيب نبي نزيد اليوزر في جروب قصدك بنستعمل يوزر مود كوماند لكن ظني ضروري تكون روت بالنسبه للسيستم خلينا نغيرها روت بنستعمل يوزر User mode -a capital G بنعطيه الجروب قبل الجروب قبل وبعدين اليوزر ان شاء الله صح بهاي تقريبا جروبس تخدم هيك كان نعطيها نين بمسارات ثلاثة شوف استمع خاش مسارات جروب مسارات ثلاثة ومسارات اثنين فتونا خلينا ندير اكزت و تو انا تبع مسارات اثنين ولا؟ فلذلك نبي ندير الاس داش اي 1 ال نبي نديرها لداخل اللعب قاعد ما يعطيش فيه معناه انا داخل الجروب على خاطر الجروب انا ما عطيتهاش بالمشي فانا فانا خلينا نغير اليوزر لمسارات اثنين تو انا بندير سي دي لاب 1 ونبي نغير في البرميشنز نبي ندير للجروب فقط نبي نزيدهم رايت سادتهم بنزيد هنا وبنعطيه داش كابتل ار مثلا باش هنا يمشي على جميع الفايلات هو مش لازم هنا يقول يقدر يدير الاس وما يقدرش يغير ولا ثاني ما يقدرش يقرا الفايل لكن يقدر يقرا عن طريق الدايركتري يشوف فصل الدايركتري انا مثلا ما عنديش مشكله خلي الجروب يقرا جميع الفايلز لكن قرايه فقط انا بنقول له اوكي النقطه دي كمان النقطه دي كمان على الكرنت وركينج دايركتري اللي فصله هو نفس نتيجه برنت دبليو دي برنت وركينج دايركتري فانا تو بغير على السيو مسارات 3 نكتب باسورد
انا تو حاليا هنا طبعا هو احنا هنا لان انا اريد فبندير ال1 نلقى اللاب 1 عنده ار تمام فتو انا المفروض نقدر نشبه عشان قصدي الديركتور في اللي فصله حاجات ما نقدرش ندير عليها اكسس لكن نقدر نشوف شنو فصله شوية بس 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 A1 لاب 1 اوكي ما نقدرش نشوف permissions لكن نقدر نشوف شنو فصل files شنو فصل الديركتوري خلينا نولي اليوزر الثاني نعطيه read write وكل شيء نتوه في اليوزر الثاني بس بس A1 نشوف شو مدة درت أنا أعطي الجروب بلس R خلي نعطي W معه الجروب دير انتر توكري كورسي بلي زاد read write بجميع الفايلز والديركتوريز اللي داخل الديركتوري متاعي والديركتوري نفسه طبعا من الاكس مش تخليني ندير نافيجيت في الرنج شوي ما ظنيتش الحين تو زدنا اكسر مزدناش لا مزدناش اكسر فنجرب نزيد اكسر حتى هو في نفس الفايل لذلك بدير نافيجيت بدير السيو هنا بدير الاس ليف مين الاس تبع الاكس زدت الديركتوري الاكسكيوت بيرميشن للجروب والمسارات ثلاثه داخل الجروب هاي فتو طلع الاس تبع الاكسكيوت بيرميشن يعني باش نعرف المعلومات مات على الفايلات ما ضروري نقدر ندير اكسكيوت كجروب او كيوزر او هازك طبعا بالنسبه للاونر مش لازم هي لكن الجروب هنا يبدو انه لا ما كنت سمعت هو الليس دبل الاكسكيوت بالكوبي مثلا المسح ري رايت وكوبي ريت طبعا ضروري يكون عندك رايت هو ما بتحطه في الفايل او الداتا بيس كوبي رايت ريت وديليت وكي رايت يعني انا الاس تبي الاكس للدايركتوري نفسه مش للفايلز يعني انا كنت نقدر نوصل نفس النتيجه من غير خلينا نديرها بطريقه ثانيه احسن خلينا نديرها ماينس هيك و نعطي بلس ريد فقط هذه لي الجروب اوكي فالجروب عندها ريد فقط شنبي ندير انا نبي نجي لل دايركتوري ونعطي بلس اكس للجروب للدايركتوري فقط من غير باقي الحاجات بعدين بنجي ندير سيو مسارات 3 داش نعطي الباسورد هيك تمام هيك هنا عندي ال نقدر نعرض ونستعمل الاس كيف ما نبي من غير ما ندير الفايلز اكسكيوتبل درت الدايركتوري فقط اكسكيوتبل لكن عندنا احسن هنقدر نعرض داخل الدايركتوري الثاني ما نقدرش لان هو مش اكسكيوتبل الدايركتوري الثاني بالنسبه للجروب طبعا تفرق لما جروب ولما ادر ولما يوزر نفسه
أقدر معناها اليوزرز الثانيين، يعني كنا زدت يوزر ثاني مسارات فوق ما ضفتهاش في الجروب تعود عليه هو. مثلا خلي نخشوا على الروت نقول له add user مسارات 4 مسارات 4 وما يقدر يشوف شيء، ما عندهاش كيف يشبه هنا، لكن يشبه يقدر يشبه الهوم دايركتوري بتاعه لأنه هو مدير ريد لأي حد يعني. والدايركتوري نفسها زي ما تشوف هنا اكسكيوتبل، دايركتوري هو والهوم دايركتوري بتاعه اكسكيوتبل باي اول اذرز يعني، فلذلك تقدر الاس تغيرها يعني حاجة تانية. دايركتوري في الهوم مملك الرود، لكن هو مسار 2 الدايركتوري بتاعه هو. تشوف اي حاجة هنا الا اللاب، لاب 1 بالميشن ديناي، لكن كان هنا نطلع نجي از مسار 3 يعني الاكس بتاع الدايركتوري هي اللي تتحكم بالموضوع العربي. كان عندي اكثر من جروب، انت اريد عندك اكثر من جروب، عندك احنا مسارات 4 جروب 4 فقط مش جروب 2 يعني. جروب مسارات 2 هي اللي تقدر تعرض تو انا في مسارات 3 ومسارات 2 داخلين في الجروب مسارات 2، لكن هذاك مسارات 4 تجي هنا مسارات 4 تعرض هنا ما فيش يعني، انت في جروب هاي ما يقدر يسوى. الجروب اللي خاش فيها هي مسارات 4 فقط. كلمة صراحة هي الجروب 4 مسارات 4. ما شوف في فرق، انت هنا اي فايل او اي دايركتوري بتعطيه جروب واحدة، بتعطيه اكثر من جروب للفايل. اليوزر تيجي تعطيه هلبا جروبات عادي، لكن الفايل او دايركتوري بتعطيه جروب واحدة فقط. يعني انت وعن طريق دايركت عن طريق برميشنز هنا تقدر تتحكم في الناس اللي برا من الجروب شنو يشوفوا. هذه فاهمة؟ ايه، ما هذه هي نفس الشيء، انت تتكلم على الجروبات الثانيات اللي عندي في السيستم، صح ولا لا؟ الجروبات الثانيات تتحكم فيها برميشن اهو. الادر. ايه الادر. معناها الجروبات الثانيات كلهم يمشون نفس الصلاحية. كلهم الادر، ايه. 4 و5 و6 مثلا كلهم. اي حاجة، اي يوزر او اي جروب. ما كان عندي مثلا في اختلاف بيناتهم. اختلاف منين؟ واحد نعطيه ريد واحد نعطيه رايت. الجروبات الثانية ما تقدرش تديرهم في جروب وبتحط لهم في منشز معينة غير متاع اليوزر. طيب ده مثلا اليوزر عنده ريد رايت اكسكيوت، مثلا الجروب ريد فقط والادرز ما عندهمش. يعني عندك ثلاثة ليفلز هما فقط، عندك بتاع اليوزر والجروب بتاع الفايل والادرز اللي هما برا الجروب هذا ومش اليوزر هذا. الفايل جروب واحد يوزر واحد. الفايل جروب واحد يوزر واحد. زي ويندوز، ويندوز وسط تكسبل التك. شو فصل هذا التك؟ تعطيك من جروب. ويندوز في جروبس أصلاً. في جروبس. تبوا نديروا سيناريو معين، شن تبوا نديروا بالضبط؟ ماذا بيه حد يقترح أنا شن؟ عندنا إحنا عندنا عندنا يوزرز، عندنا مسارات 2 وثلاثة وأربعة. مسارات 2 مسارات 3
هذا اليوزرز اللي عندي، وعندي جروب مسار اثنين والادرس. توا حاليا انا في السيت اب اللي عندي، عندي اليوزر مسار اثنين عنده جميع انواع الاكسس للفايلز، هما مسار ثلاثة يقدر يقرا فقط لانه هو جزء من جروب مسار اثنين، وانا الجروب داير لانه هي تقرا فقط. مسار اربعة ما عندهاش اكسس بكل، حتى انه يدير لسه الموضوع ما يقدرش لانه مسار اربعة وانا داير للادرس ما فيش كيف. طبعا هذه من يحكم فيها من يقدر يدير الاس ولا لا. الاكس هي وين حطيتها انت؟ لو انت حطيتها لهنا فقط معناها اليوزر فقط يقدر يدير الاس. انا حاطها هنا الجروب معناها اليوزر مسار اثنين واليوزر مسار ثلاثة يقدر يديروا الاس في الديركتوري هو، لكن مثلا اليوزر اربعة ما يقدرش. هذه تحكم فيها الاكس نتاع البارنت دايركتوري هو اللي حاط فصله الفايلز هما وين حاطها، هل حاطها هنا او هنا او هنا. يعني حاليا مسار اثنين عنده ريد رايت اكسكيوت، مسار ثلاثة عنده ريد فقط، وعنده يقدر يدير الاس يقدر يشوف البرميشنز. يعني انت تقدر تعطيه اكسس على الفايلز وما تعطيش حتى يشوف البرميشنز. اكتب مسارات أربعة زوزلة، مسارات أربعة ما يقدرش يشبه، ما يقدرش يدير الليس وما يقدرش يدير ريد، ما يقدرش يطلع لك حتى رقم اسم الفايز وهكذا. تمام. تبوا تجربوا حاجة تانية كيف؟ يعني احنا عندنا سيناريو هيك، تبي مثلا نقلبوه نخلو مسارات اثنين ومسارات اربعة عندهم اكسس والثلاثة لا، ولا تبوا عندكم فكرة تانية اكثر؟ يعني لو تكتب يوزرات وجروبات من تطيب مش على تعطي برمشة زي ما قلت. كيف؟ مفترض تدير يوزر مثلا اسمها صفياء، يوزر هو كريت فول دايركتور، اعطيه فول برمشة. بعدين كيري مثلا جروب ثاني جروب تحط فيه مجموعة يوزر تعطيهم هذا ريد بس، كيري جروب ثاني بعطيه مثلا رايت. ليش كيف حطهم جروبات هما زوز تعطيهم برمشن؟ كان هما زوز مو الكتاب. انت الجروب الثاني ما تديرهاش جروب مرة واحدة، يديرهم ادرس الادر خليهم على خير بوك، خليهم على نفس الجروب الادر خليهم مثلا غير. لا لا عندك جروب واحدة، لكن انت تستعمل حاجة ثانية غير اللي في التوه. هذا نحكي فيه. لا لا ما فيش. فيش مواضيع سيرفس عندها يوزرات توصل في فولدرات معينة. ولا كدا في سيرفس معينة، لكن هيك باي ديفولت ما عنديش علم انه في حاجة غيرك. فيش الموضوع ضيف يوزر وفولدرات الموضوع ذا وكدا هم في الشيرفولدر. كدا؟ الشيرفولدر كدا. ايه. الشيرفولدر كدا. عند كل جروبات وكل جروب عنده مثلا برمشة معين خاطئ الأثر. لكن هنا في اللي يستعمل حاجة ثانية زي مو اللي يستعمل في الاوتنتيكيشن بلاجين ل سيرفيسز هما زي أنت زي اللي نفس تحكي ولا بتستعمل كده واحدة من البلاجينز بتاع سكيورتي تبدأ هي اللي تتحكم في موضوع أنت أوفر نتورك تتكلم. بيبدا بيحكم فيك يبدا يوزرز كيوزر وباسورد مش يوزرز بتاع السيستم تاعك. هنا تو احنا اللي نتكلم عليه داخل السيستم فقط مش برا، مش اوفر نتورك اليوم. خلي نقلبوا الكنترول، خلوا مسارات اثنين واربعة عندهم اكسس وثلاثة لا مثلا. بس نديروا هيك ضروري من نخشوا على الروت. كيف نحو يوزر من جروب دل جروب دل جروب تمسح في الجروب. Thank you.
لا لا يكتب أظني من غير داش اي فقط نفس اليوزر مود يوزر مود نحي اي هنا فقط نجربو توا حنا نديرو كروت قاعد فيه في ماينس طريقة ثانية دي مثلاً لما جي سلاش دي سي سلاش برو مش في كوماند لليوزر لليوزر يمسح يوزر يمسح يوزر من السيستم يعني يحيش من الجروب يعني يحيش من الجروب لكن بيمسح يعني ايه في عندنا هو الفايل دي سي سلاش جروب اللي بنمسح هنا مسألة هذه نانو ساشي دي سي ساش جروب ساشي دي سي ساش جروب فايل هو فصله الجروبز واليوزرز اللي فيهم فأنا مسحته من غادي هو مفروض حتى الكوماند هو يمشي لكن ما نجح ليش يعني صراحة أكيد في حاجة فاتتني فأنا اخترت طريقة تانية مفروض هو ندير جروبز قاعد موجود تعطيك اليوزر اللي داخل الجروب الجروب تعطيك اليوزرز اللي انت كيوزر مشترك فيها احتمال يبدي يدير فيديو معك 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 ضروري يدير اكسيت وترجع ضروري يدير لوج اوت ولوج ان ماشي يدير مره ثانيه معناها مرات حتى لو الخلال يمكن لكن هو الاول هو اعطاني زي الايرور ولا حاجه ما نعرفش يمكن في حاجه اعطاني الهيلب تكست تاع المانو خشيت عليه الفايل اللي هو سلاش سي سلاش جروب لقيت اللاين اللي فيه الجروب مسارات اثنين تفتح هذا الشيء نعم ممكن تفتح الفايل طبعا يمكن يفتح من هنا لكن ما عنديش اكسس ان نغيره لكن مش مشكله اوكي ان رايتبل لكن ريدبل
فأنا هنا وين مسار اثنين؟ إيه فوق. مكان. لا مسار ثلاثة أربعة مرتين. أوه اثنين أيوة. فهنا كان في مسارات. أربعة. ثلاثة. بعدها سهل هذا الثاني. تقدر تسكر بها يا رب. بس هذا هو أنا مجرد مسحتها يا درسك. ولا معش شايف يعني. عند الفضاء تلقين؟ ضيف واحد يمسح كله. تقريبا في اندو هنا. لكن كيف انا والله شورت كاتس هم قد ما حاولت احفظه دي ما نسيتها. لانه ما استعملش فيه ملبس صراحه. لا انا درت دي الاف جي كان المفروض دي الدرزة. مش هو عادي دوره عندو التي التي وانا كنت ندير في كنترول يو والت ما عنديش مروحة في الكيبورد يمكن كوماند لا كوماند كنترول يطلع عاد مع بعض تجوز انا حياتها بالجروب عن طريقة الدايركت اللي هذا مش مسحة مسحتها من هنا مش مسحت اليوزر مسحتها من هنا مسحت اسمها من الجروب هاي هذا جروبس فقط مش يوزرز في عندي جروب مسألة اثنين جروب مسألة ثلاثة جروب مسألة أربعة أنا هنا كان هيك مسارات ثلاثة ومعها هي ضروري تسكر بها فأنا مجرد مسحتها هيك سيب طبعا أزروت لأن في كمان في كوماند لكن انا ما اعرفش صارت لي اشكاليه شنو هو الكوماند الكوماند هو يوزر مود داش كابيتال جي تكتب الجروب دير سبيس ماينس سبيس يوزر لكن انا لما درت اعطاني الهيلب تكست بتاعه مش متاكد انه خدم ولا لا اوكي خلينا نجربه هذا ما نديرو نخش على روت ونديرو يوزر مود داش جي داش اي هذا اللي انا بنضيف بنديرو جروب مسارات اثنين بنضيف مسارات اربع مرات جروب داش اي داش نوت اكزيست انا تقريبا داش اي قبل داش جي اوكي هذه معناها نحي هذه زيد ضيف مسارات أربعة في الجروب مسارات الجروب قبل يوزر المسح مفروض نفسها تنحي الـ A وتدير ماينس هنا لكن لما ندفعها طبيعي بتكسبها تجربة الجيش طبعا ما بس الجيش كيكية هي الاقتصاد ماينس الجيش ما يجي معنا أنت تخش في موضوع الجروبس مش إيه إضافة بقى في حاجة عكس قلت أنا هيك شوية بس زيد شوف لك ريموف يوزر فروم جروب تبي نوتي في سام في برنامج ساينس ما تجيب باسورد يعني ما استعملش فيه بصراحة طبعا احنا في حاجة اسمها primary groups وفي secondary groups ضروري
في حاجه اسمها برايمري جروب والسكندري جروب. ضروري تتذكرهم بس احنا دوينا عليهم قبل. يعني انت لما بتدير داش جي من غير ما ينستر شيء بتكون يمكن غيرت البرايمري جروب بتاع اليوزر. لا تغير هو اليوزر يمكن يكون في جروبات. اي يمكن يكون في 10 جروبات عادي. لكن في جروب منهم برايمري بتاعك اللي هي نفس الاسم بتاع اليوزر بعدين. ما تكلمت انا هنا غيرتها ونبردها. انا غير بنوريكم ان تقدر تغيرها المفروض ما تغيرهاش. غير تنبيهها يعني. تغير فيهم ما براح حتى دي تغيره لكن لما بتغيره ضروري تعرف سدر لما قلتها تو باش ما تغلطش دير هيك كان من غير ما ينس وقيتها مشت مثلا فرحت مسحتها باسهل من انك انت غيرت في الفاير مش مزبوطه هي انت غيرت البرايمري جروب بتاعك كلها هي مش المفروض تغيرها هي الدرجه هيك برايمري العادي احنا بنغيره في اليوزر بنغيره فيه من جروب لجروب في سكندر برايمري المفروض ما عمريش حس حاجة نغيرة برايمري لكن تقدر بطريقة هاي ولما بتزيد بتدير قبلها داش اي بتدير هنا داش اي معناها بيضيفة والجروب دي ما قبل اليوزر لا هيك ينضاف نعم سكندر اضافة في سكندر جب النحو لما نحو احنا الطريقه اللي مشت معانا اللي هي ديما تمشي في جميع الديستروز جي سي جروب وتمسح هنا وتكتب زي ما تبي بالضبط هتشبع لمساله 4 ولا في مساله 4 ونكتب مرتين مش مشكله ومساله 2 ضفنا فيها حتى هو نبي نمسح انا هي اللي عرفها نمسح من نعم طول مسحت الجروب تبعك لا مسحت الجروب هي الاولى الجروب هي الاولى والباقيين هنا اليوزرز يعني هنا مثلا خلي المساحه خلي ما نغيرش نرجع مره ثانيه هنا نقدر نضيف قداش ما نبي هنا نبي ندير مسارات ثلاثه نقدر ندير الاي دي نتاعهم ممكن تقدر تستخدم الاي دي نحيه ونخلي المسارات كيف؟ نحي الاي دي قصده لا هو قصد النحي هو رقم مسارات 3 ودير 1001 هيك تو نفسها مسارات 3 عادي الاي دي بتاعها هيك تو ضروري دير اكزت وبعد نعم؟ درت شنو لقيت انه عادي شكله مش ضروري فخسرت هو هنا مش دينا في مشكلة أعطيني جروبس في جروب مسارات ثلاثة فقط يمكن ما مشتش في الوحدة لما هنا في جروب مسارات ثلاثة هنا ما زادش في مسارات ثلاثة نجرب نكتب مسارات ثلاثة مرات هذيك الاولى تمشي لما هو برايمري جروب فقط ما نعرفش يعني بصراحه جربتها باش نتاكدوا منها لان في مساله غير بس قال مساله ثلاثه ذاك الطريقه اللي ديما ندير فيها باش نزيد اللي هي ديما تمشي خدنا من الاول يوزر مود داش اي داش جي مسارات تو مسارات 3 وانت بتمسح وين ندير الجروب وبعدين الجروب وبعدين ندير لوج اوت هو هنا ندير اكزت ندير جروب
في مضيف. خاطر كان موجود في لان انا ضفته كتاب غادي وبعدين درت يوزر مود كوماند ويوزر مود كوماند ما خدمش ما كملتش خدمته غادي لذلك معناها الطريقه اللي ماشيه توا اللي 100% تخدم تضيفها عن طريق اليوزر مود فقط من غير ما يكون مكتوب من قبل في الجروب فايل ولما بتمسح امسح من الجروب فايل هذا يخدم باذن الله في جميع الديستريس مضمونات الثانيات حسب ممكن تبي تخدم بطريقة تانية باش تمشيها بطريقتنا احنا تستعمل يوزر مود HADHG لتوا باش تدير باش تضيفها في الجروب لما تبي تمسح تمسح عن طريق ال نانو فايل الجروب فايل سلاش جروب